شرط العازب في تشنشينا، سلسلة هزلية تسمعها كل يوم قبل شقان الفطر على موجات كاب اف ام، مع ألمع نجوم الكوميديا لطفي بندقة مهيش تورو، إكرام عزوز، لطفي بالحاج، سمح كريدان، ويصال بن مبروك، إيهاب السعداني، والعديد من النجوم اللي تحبوهم. رمضانكم مبروك على كاب اف ام. يا ميمتي سقية، يا ميمتي سقية، عاملين فيا يا سهى. اليوم ماذا بيكم كانت تعملوا لوبيا بالكرعين ولا هرمة ولا مدفونة؟ المهم عايش بنتي الكرعين باش نقوم قوايمي. وانا منين باش نجيبهم توا الكرعين واحنا مستنسين طيب الماكلة هذي في رمضان؟ تشبيك يا بابا، صلي على النبي. صلى الله عليه وسلم. باهي مالهاش باش طيبوا اللوب. تعرف كيفاش؟ أتوا نعمل لك فيا مرمز بفخذ العلوش ومقرونة بالكعابر، والشربة والبريك والسلطة هذوكم ما فيهمش فصل. باهي والخبز والغلة شكون باش يجيبهم؟ أسمع أنا يا راهو أنا سقية يوجعوا فيا من غير ما تعملوا عليا. يا بابا برا برا، توا كل شيء يجيك لديك. أي يا بابا برا، داني ساكت ونتفرج في خناركم. علاش تفرج في خنارنا؟ حل تفرج في التيلي، حاجة تفردك خير. داني يا بخت بنيتي، مستريس شعري طايح، حطينا بوك نهار كامل يفتن ويعارك. عزيزك صبح هايد على شقان الفطر، خوك كل يوم جايب لي وشقة. والله يا بنيتي اليوم شعري هبط وكبة في الخلاص، خليني نمشي نغرقه بتشيشة زيت زيتونة خير. وه 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 وه، شنو زيت زيتونة؟ تشبيك يما، لعبت تقدم وانتي توخرة يا اخي. ما زلت الناس تعمل بالزيت زيتونة في شعرها؟ ملاش نعمل. هيك فيتاليس تعمل باك كاملة متاع شامبوان وماسك كابيلير وبندويل زيدة، انتي كاس وانتي شوت، يقوي شعرها ويغذيها ويخلفها. جربوا يا ما، والله لما شعرك يولي كي شعر الرجاز يا الهلالية. شعر الزاز يا جملة واحدة. اي مالاش خاصك انت، اخت صاحبتي بدأت تستعمل فيه، عندها جمعة. والله يما لاحظت عليها حتى الفراغ اللي عندها من قدام تملاو، حتى من الطول اطويل. هيك ترحم على والدي ووالدين فيتاليس. مال عايش بنتي، خنعطيك الفلوس امشي شريهم لي هالباك هذي الكله، نكملش رمضان وانا صلعة زادة. بسم الله على مماتي. بابا عزيزي لاباس؟ صراحة جيت ناخذ في رايك في العروسة اللي جبتها، نقدم لك فوتون. فوتون؟ مرحبا. عسليمة بابا عزيزي. أيوة عايش طول فيها بنتي، ما هو نحارين هذي بابا وعزيزي وعدقل يا عزيزي يا كهو كيما تحب عزيزي. ميلا ميسالش عوكا من فمك كل عسل ما شاء الله عليك. ملي عجبتك بابا هنيتني، الله يهنيك. على الأقل فما واحد يقول عليا كلمة حلوة في هالدار، عيشك يا حسونة يا غالي. أنا في الحقيقة قلت عليها هي مش عليك أنت. أش تعمل البنوتة في حياتها؟ عزيزي هذه طبيب التغذية. ما شاء الله ما شاء الله، هذه طبيب التغذية. ما لا قلت لي أي أخي تخدمه حتى في رمضان زادة. تشنوى بابا عزيزي، جيتك يا عبد المعين تعيني، ديناها من بابا. سهاء يا سهاء، كي وينك يا بنتي؟ هاو جبتك جيغوري وصيتني عليه. اسمعني تقسم على 3 ولا 4 أيام، هني ننبه عليك. يا ولدي يعمل عقلك، عايلة رانا 6 ولا 7 من الناس بخلاف اللي نخرج منه وسحوركم، اش من قسمة هذي؟ انت اش قولك نزيدك فخذي؟ ليه عادي سي محمود، تعرفني ما ناكلش البقري. باقري باهي، هاو قيتها الكريدي، وكان ما جاش رمضان والدار مليانة
أعطاو نوريك إش معناها بقي. تشنو سي محمود؟ واحد ما يفدلكش معاك؟ استنيني ساعة إخي، مش قلتي أنا ماشي باش ناخذ الكريم تاع دار العوينة؟ ماني جبت الفلوس تاع الكريم؟ أما ماشي لما لها ومضمض. شنو ماشي لما لها؟ عليه عندك دار أخرى أنت؟ إمام الكري خلاو لي فلوس الضو 1,890,000 يا بنت المسلم. أوه كيفيه هكا يا ربي؟ مو فاتورة تقصها لهم الضمد؟ وين الضمد؟ هكا الضمد العزيز الغالي تضمد 400 دينار هو، ولا يزي خلاو لي المفاتح عند الجار، لا يزي تليفوناتهم سكرة، ضربة وكهو. يا لطيف، وانا ساعة عملت عليهم في بالي باش نكمل بهم قضية رمضان. هيا به خليني طيب شقان الفاتر توا هذيك اللي كتب. ما استنى خلي خذ نفس. بسم الله على بنت عايش كيما هاني جبت لك قضيتك اللي وصيتني عليها، وكان مش تغرق راسك برا غرق ومل توا. خليني توا هاني ليه يا بنيتي، برا مشي ناحي حويجاتك ويجخلط عليا. خليني نفهمك كيفاش باش نعملو المبطل، ولا تعرف كيفاش؟ انتي راك تعب، إجا اقعد قدامي وانا هاني توا نقولك اش باش نعمل بالضبط. اليوم باش نعملو مبطن جنارية. مبطن جنارية؟ وقديش عندي من اللي شهيت؟ والله والله يما عندي نهارين قلت باش نقول ما طيبهولي. ايا بيهي قريت لي حسابي فيه. كالعادة الفرشة متاعنا هذيك ما تبطلش. نعملو اللوبيا، الحم كوبي، عليهم تشيشة زيت زيتونة، بصلة مفرومة، ونحطوا عليهم طريف فلفل لكحل، طريف ملح، طريف تابل، وطريف كركم. هذه للصلصة متاعنا والتخطوخ مع مغرفة الهريسة ومغرفة الطماطم. نحطوهم نمرقوهم تشيشة ونخليهم يطيبوا سلة سلة. وقت اللي يتقرص الحم نطفيه على الغاز ونحطوه بجنب. هذه الصوص متاع المبطن. المبطن كيفاش نعملوه؟ هو اسمه على اسمه المبطن، يزم الكعبة تبدأ مبطنة. مبطنة كيف يا؟ بسم الله على بنتي لا تاخذ روحك بالنفس. ناخذوا البصل، ناخذوا المعدنوس نقصوهم جيدين معهم اللحم المفروم، وناخذوا الجنارية بعد ما نقعروها ونحيوك الأوراق متاحة وننظفوها ونحكوها بالقارس مليح 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 مليح، نشدو نبشروها كيما نبشرو الجبن المرحي حتى وهي نية هكاكا. ما نعملوهاش طايبة خاطر هي باش تعملنا الليزون، والمطعم متاحة والقوة الكل باش تسيبها في كعبة المبطن. الأستوس اللي فيها اللي يلزم الجنارية تكون نية. نبشروها 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 ونخلطوها مع كل الحم هذيك والبصل والمعدنوس والجبن. كان استحقينا باش نزيدوا اللمو كعب عظم، هاوك ما استحقيناش حاجه ماهيش لازمه. بعد ما نعملوا كعبيت المبطن هكاك يبداو مرخرخين وكبار تشيشه، قد كف اليد نحطوهم في الفرينه، نلفوهم في الفرينه ونرميهم يتقلاو. بعد ما يتقلاو نخليهم يستقطروا، ينحطوا الصندل الكل بكل كعبات المبطن المقليين وهوك الصوص تتزيد، ينزيد كيف كيف نسقطوهم في الصوص. وما ننسيوش كل عادة في الاخر باش نحطوا عليه قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، ونطفيو على الغاز ونخليو الكروينة متاعنا تهجع في عقلها وصحة وبالشفاء. اما نحب نقول لك حاجة، نسيش نعملو انا؟ اي مادامك حفظت الدرس إيجا خذ علي ولو أنك أنت تعب. ليه يما؟ مو أقلب الطنجر على فمها تطالبنا يا لمها. الله أكبر الله. أشنو سينيزان؟ ديما في عمايلك بابا؟ كل ليلة جايب لي شخطورة؟ الله يعدي على خير رمضان السنة وكاو. تشبيك يا با؟ تختانا عاد ديما تهنت الفية هكا. عزيزي حسن. وي عزيزتي فوتون. تشنو بابا عزيزي؟ تخلي فوتون تتكلم عاد. اسمعني مليح، العلوش تاكل منه بورسيون واحدة مش اثني، ماك تعرف يعمل شحم في الدم. على خاطرك على خاطرك. سلي عني بي وخايتي ناكلو من قصع السيد الوالد. انتي نغمل ما تشرب ماء وتقعد ربع ساعة بلاش ماكلة. هي وانا شناكل عزيزة قلبي؟ هيا بلا رويق كل واحد ياكل اللي يشتي.
بلا قانون في رمضان. لا هذه خرتها اخرتها في داري ويدبروا عليها اش ناكل. الله 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 يا بابا سيدي منصور يا يعطيك صحة ذكرتني فيها هذه يا محمود يا نسيبي غناية بودية يا مدرة تعرف كانوا يغنيوها في سواقس وانا نشيخ عليها برشا. اش قولكم نجيبوا سناشق احنا مغاديكا ونجيبوا معها ها وجمع الكل بالكوانن وجمع الكل بالبخور وشقوداد وجمع وراك فهمت. الله هلا ويا بوك عكزي اش قولك خلطوها بوك زي ولي الدار وليت مرستا دار خر طر هذه دق الباب خرجوا الكل. يا سي نزار بالله يقول لي هالشخطورة اللي جايبها لنا تعرف الشرط باش تعرس بيك ولا لا؟ تي ما قلنا في بالها يا بابا اي في بالها اي هاتش عندك. هاي سيدي هاي تشنشينا يا بنوتة تبعني مليح. قل لي أبيض مني وأبيض منك وأبيض من كاس البلار صب الماء يطلع النار. سافا سافا ظهرة هذي جنهيش على السكر والملح وزيد عاد تركرك عليهم الماء نار تشعل في البدن. لا وخكي احنا في سبلنا ما عندناش هذا. اسمع شو نقولك دنا بويا قتل له امي عشان قالت دحن زيور قالي قلتلك ما تجيب القمصان بابا يجيب البقره يحلبها هكا كي كانون براتي يعطيك بوفيحه ما تقولوا امين. كنتم مع شرط العازب في ترنشينا. تحب تربح معنا باك شامبوان انتي بيليكولير من عند فيتاليس ما عليك نطلع الحل. ابعث رقم 1 إذا كان الملح والسكر، ابعث رقم 2 إذا كان الجير على الرقم واتساب 52 700 778. حظ موفق للجميع.